أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أن الدور الوطني الذي يقوم به منتسبو قوة دفاع البحرين بكافة القطاعات العسكرية دور حيوي في مسيرة البناء والتطوير مرتكزة على الحفاظ على سيادة الوطن وصون مقدراته وحفظ أمنه وأمان مواطنيه وفق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظ الله بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين هذا اليوم، حيث كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والفريق الركن عبد الله حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع البحرين وعدد من كبار الضباط. وخلال الزيارة طلع سموه على إيجاز حول الخطط والبرامج التطويرية للجاهزية القتالية والإدارية لقوة دفاع البحرين، حيث أشاد سموه بكفاءة منتسبي قوة دفاع البحرين وقدراتهم التي تعكس المستوى المشرف الذي يحرصون على الإسهام به في مختلف ميادين الواجب وحملهم الأمانة بكل إخلاص مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة في سبيل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة تحقيق لما فيه الخير للجميع، معربا سموه عن اعتزازه برجالات قوة دفاع البحرين الذين سجلوا بكل شجاعة وبسالة سطورا لامعة في الدفاع عن حياض الوطن.